لتنظيف مآخذ إسالات المياه داخل مقطع النهر وتأمين انسيابيته. وزارة الموارد المائية تقوم بحملة لكري نهر دجلة بجانبي الكرخي والرصافة. الحملة بمرحلتها الأولى تنفذ ضمن قاطعي شمال وجنوب بغداد، تهدف إلى توسعة مقطع النهر وصولاً إلى المقطع التصميمي وباستخدام الأجهزة التخصصية. تقوم دائرتنا دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر متمثلة بموقع شمال بغداد بالحملة للمقطع الشمالي من نهر دجلة. يبتدئ المقطع اللي مكلفين به احنا من جسر السنق الى جسر مدينة الطب، هاي المرحلة الأولى. رافقنا كوادر موقع شمال بغداد أثناء الحملة بنهر دجلة، حملة استنفرت فيها الملاكات الهندسية والفنية مع الآليات العاملة رغم قدم بعضها من أجل إنجازها ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها. أشتغل بدائرة شمال بغداد، وهسه شو اسمه عندنا جونا على الحملة اللي هي ما تنظيف دجلة، اللي تنظيف دجلة والدافعة اللي كنت أشتغل عليها عمرها 50 سنة وأنا موجود شغال عليها. المرحلة الأولى من الحملة طويت صفحتها لتفتح صفحة المرحلة الثانية التي ستشمل مقطع النهر من جسر مدينة الطب وصولا إلى جسر الصرافية، ثم ستليها المرحلة الثالثة تباعا والتي تنتهي عند الوصول إلى جسر المثنى. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.